صباح النور معنا معكم صباح سي محمد الجبل هاي تخرجوا برافو لا تمشي وقولها كيف بغيتي غير قدامي ما تخسرهاش واحد المنين زوق قول زوق فيك وانا تلعب يلاه 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 برافو 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 راه هادشي اللي فيك عجيب هادشي كيعجبنا فيك زيك حاجه عاديه جدا كتقولها بقى كتعجبنا وكتضحكنا برافو برافو اسمع ليا هتصاوب يهضروا معاك الناس ستوندار 0 35 300 300 ساعة مبروكة تشوفوها في لاغونيسونس في الرباط لو 2 ماي الجمعة الجاية نهار السبت تشوفوها في رياتو في الدار البيضاء افيك لا تروب كاملة تشوفهم كاملين زهر كلاكي بربوح كاملين نذكرهم كاملين مي تشوفهم كاملين مجموعين بخير وعلى خير وباقي مالين في روسكم شوية مزيانة على سا ديبون على حسب الوقت مالين الصحة الصحة مهمة الحمد لله الحمد لله صافا اللهم لك الحمد ما كتكملش انت لا لا ما كنكمل ما حتى حاجه ما كدير والو ما كنكمل ما حتى حاجه كدير المسرح المسرح والفن التمثيل التمثيل كتمثل هادشي اللي كاين دونك الصحه مهمه بزاف حيت 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 شحال تبارك الله شحال عندك دابا 40 عام ديال لا كارير لا كارير 40 عام ديال 40 عام تقريبا عند الممارسه مي كاين كاين واحد كاين واحد كاين سر كاين خدمه كاين بزاف حوايج حيت الفن ما ساهلش واحد فاش يكون فنان ممثل ما ساهلش مرات يقدر يطلع له شي في الراس يقدر يعيا يقدر يقول هادشي ما جايب ليه والو ولكن انت وانت ومع الفرقه ديالكم كملتوا بقيتوا غاديين وكيف ما عرفناكم انتم باقين شنو هو لا كاين قضيه واحده كاين قضيه واحده هو ان ملي كتكون كتعشق شي حاجه كتحبها بصدق كيمكن لك تستمر فيها خصوصا الى لقيتي التجاوب من طرف الناس لان الاستمرار شكون اللي كيخلقها هو الجمهور ما حد الجمهور كيحبك هو كيدعمك هو كيحفزك وانك كتبقى دائما طموحاتك اكبر فدائما ما حد هنا الحمد لله ان العمله ديالنا مازال طالعه ومازال مطلوبه في السوق كنظن على انه هذا هو السر السر هو انك كدير اولا كدير شي حاجه انت مامن بها وكتعشقها وكتحبها وكتخلص ليها لانه باش تكون فنان وسيرتو المسرح لان المسرح راه حاله خاصه راه هو قبل الفنون وكتكون في مواقف حرجه وكتكون امام الجمهور كتواجهه فيس تو فيس ما فيها لا هذه ولا ديك ما عندكش فيه دير ولا الخطا ولا ما عندكش خطر رجعه ما كاينش كوبي رجع عاوتاني ما كاينش ولكن ملي كتوصل لهذه المرحله ديال انك كتلقى واحد الكونتاكت واحد التجاوب كبير ما بين الجمهور ودائما كتلقاه في جنبك فهذا هو الاشياء اللي كتحفزك انك تستمر ودائما كنقول لك اللي تيبقى هو الثقه الثقه ملي كتكون واحد مجموعه ثقه في بعضها وما كتكون لا نزاعات لا على الفلوس لا على شحال قبط هذاك لا على كنعرفوا الشفافيه ها اللي جاب الله ها كله دبروا عليه ما دبروش عليا انا خوك دبروا عليا دبروا عليا مزيان حنا ما عطاتنا والو انا شكون هو ما عرفت شكون واحد بغيت يجيب تصدع شي تريسيان دابا انتم عندكمش تريسيان في الفرقه حيت ما عندكمش شي تريسيان كي كلشي بخير هذه مهمه بزاف احنا عندنا غير رجال الاطفاء عندنا رجال اطفاء هما اللي عندنا ملي كتكون شي عندك كلشي كيجي كتفي العافيه هذه مهمه بزاف في الفرقه مهمه بور ليسبري ديكيب سي بيان مهمه بزاف هذه القضيه